شغال، لكن انا قلت قبل كده احلام جماهير الزمالك اولا، وضمن عمر جمال ومهند في الزمالك يوتشر كله في حته كنيادي واللعيبه اللي جت ليه؟ لان دول لعيبه الزمالك، لعيبه بتوع الزمالك، مش كلام واضح. نادي فيوتشر كله في كيانه في وجوده في حته، وانك تاخد الاثنين لعيبه بتوع الزمالك في حته. فانا بطمنهم ودي احنا كده طبعا شاطرين في الجيش ونسلم وطيب الحمد لله. وارجع اقول لاخويا محمد مصطفى العيب اللي انت عملته اللي بيني وبينك واللي بين الزمالك واسكندريه المحترمه، واللي بين الزمالك ونادي الاتحاد السكندري سيد البلد، واللي بيني انا وبين شعب اسكندريه كله، لان انا وكيل ايام اسكندريه من سنه 78 اللي هي بيتي هناك من زمان لغايه النهارده كام سنه. فعلاقتي باسكندريه علاقه محترمه جدا ازاي؟ يا محمد يا مصطفى انت لم تطلب لاعب، كل سنه تكلمني تقول لي ايه؟ الاتحاد هينزل درجه ثانيه. جيتك اوباما، جيتك امام، يكون امام شباب، خالد محمد، سيسي، محمد عبد السلام، مش كده؟ ما جاتش وقفت على لاعب وانا بكلمك، انا قلت لك انت خدته ايام اللي جاي، تمام؟ معاهده قديمه على فكره، ونفضل انت بتكسب الزمالك في السله واللاعب عندي وبيلعب ضدك، انت مش محتاجه، انما اللي مسلطك احنا عارفينه، اللي واقف وراك احنا عارفينه، وعيب ان الاتحاد السكندري ومحمد مصطفى حد يحركه. القصة يا جماعة مش محمد مصطفى حد، القصة ماما ان هو زي فيوتشر. هو انت متخيل ان مهند لاشين مضى مع رئيس فيوتشر؟ هو فين رئيس فيوتشر؟ انا مش عايز اقول مهند لاشين مين جابه مكتبه مكبار، حفاظا على دولة، حفاظا على دولة. فاحنا نقول بقى امثال الادب والاحترام عشان رئيسنا وحسابنا رئيس، مش محتاج اي حد يعمل مشكلة معاه. طب اتفضلوا مش هيتقابل دول بتوعنا؟ اتفضلوا بتوعنا؟ والشغل ده مش هيمشي بطريقه جيده. وانا قلت بالاربع ايام في المؤتمر اللي انا شايفه قبل ماتش سوريا، قلت مش ممكن بعد انا بريده اجي اقدم في اتحاد دولي افريقيا اللي جمال علام اللي بنتحرك مع احتراني للسنه دي راجل شباب موظف فندق من مرتضى منصور رئيس محكمه ورئيس نيابه وعضو مجلس نواب ومحامي الكبار في البلد ومؤلف قانون كل دوت رئيس لجنه انديه اربع سنين لعيل اسمه احمد دياب انتوا بتهرجوا معقول من كروس مش عارف مين دياب جلال عايز تكسب كده طيب دي نتيجه طبيعيه لو استمروا على هذا الوضع الرياضه عامله كده يقول سياده الرئيس انا بريده لما طلع من كاس العالم في روسيا وكان كاس عالم كلهم طلعوا من المطار على بره دول مين سنتهم؟ انا عارف مين سنتهم، انا عارف مين سنتهم، بس مش وقت الكلام. من فضلك يا سياده الرئيس الرياضه المصريه في انهيار، ودينا شفنا اللي حصل مع الاهلي مع الوداد والزمالك مع الوداد، وكل الفرق دلوقتي العربيه بتكسب والمنتخب بتاعنا بيخسر. ليه؟ عشان عندنا خلل. ابعد ناس معينه عن الرياضه، ليهم دور تاني خالص مش هو دورهم.